وصلنا معاكم دلوقتي لفقرتنا الأخيرة، وهي فقرة توب سيكريت اللي خلالها بنقول لكم كل يوم خبر حصري جدا مش هتلاقوه في أي مكان تاني غير عندنا. خبرنا النهاردة عن خطة الأهلي للحفاظ على علي معلول. عرفنا ان في ظل رفض النادي الاهلي الاستغناء او التفريط عن نجومه خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه، وده طبعا علشان الحفاظ على القوام الاساسي للتتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا، مسؤولي النادي الاهلي عقدوا جلسه خلال الساعات الماضيه وتحديدا قبل مواجهه اطلع بره بطل جنوب السودان واللي اقيمت في اطار مباريات الدور التمهيدي لبطوله دوري ابطال افريقيا. الجلسه دي كانت مثمره جدا بعد ما نجح الاهلي في اقناع علي معلول بالبقاء مع الفريق وتأجيل فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء، خاصة بعد العرض المغري الأخير اللي تلقاه اللاعب من نادي أهلي جدة السعودي واللي كانت قيمته 35 مليون جنيه في الموسم الواحد للاعب. ولكن النادي الأهلي اتفق مع علي معلول بتعديل عقده اللي تم تحديده منذ عدة شهور واللي من خلاله بيحصل على مليون دولار سنويا. الاتفاق الجديد بقى هو طبعا هيكون ان النادي هيزود عقد معلول نصف مليون دولار علشان يكمل مع الفريق. النص مليون دولار دول هيتحملهم طبعا جزء منهم خزينة النادي، والجزء الباقي هيكون عن طريق بعض رجال الأعمال الأهلوية المحبين للفريق. طبعا علي معلول هو واحد من أهم لاعبي الأهلي في الفترة الحالية، وكان ليه دور كبير جدا في حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز، وكمان هو طبعا صاحب هدف الفوز على الزمالك في مباراة القمة الأخيرة، وعلشان كده اللاعب التونسي صعب جدا انه يغادر النادي الاهلي قبل التتويج ببطوله افريقيا في نسختها الحاليه واللي افتتحها الاهلي بالفوز برباعيه نظيفه على بطل جنوب السودان، وسجل خلالهم ايضا علي معلول الهدف الاول من ركله جزاء.